السلام عليكم ورحمه الله جمعه مباركه عليكم ان شاء الله بالمزيد من الاجر والمغفره الفيديو ديال اليوم مليء بالحلول اللي كتواجهنا دائما في الحياه اليوميه ديالنا المشكل ديال الشهوبيه في الفايونس أو ملي كيكونوا كي هكا مثلا السماء البيضاء والخدامه الحل باش يولي كيلمع بحال ملي كتشوفوه في الباكيه ديالو ان شاء الله غادي يكون في هذا الفيديو هذا سهل وبسيط غادي يولي كيشعلوا كي ايضا غادي نقضيو في هذا الفيديو هذا على اصعب اصعب بقعه ممكن تلقاوها في الزربيه ديالكم شي بقعه اللي ما كتعرفوش اصلا باللي كاينه ولا شي حاجه تزلعات هكا غادي نلقاو ليها الحل ونبداو على بركه الله قبل غادي نشارك معكم هاد الاواني ديال الفخار المشتريات ديالي اللي خديت في الاسبوع هاد الاسبوع هذا وكنتو سولتوني على الطبسي اللي كنت قطعت فيه الدلاح سولني بزاف الاخوات جا مع هاد الطبيصلات هادو في هاد الشكل هذا كاينين بزاف ديال الاشكال عند واحد السيد كيبيع الفخار هنايا وفيه داك اللون الزرق ديال اسفي وكان هذا اللون هذا الشلحاوي ديال الخلاله المهم عجبني هذا الشكل هذا وخديته تمنينا الاعجاب ديالكم الثمن ديالو باش خديته 120 درهم آ يعني كنت فكرت ندي طاجين ولكن ملي لقيت هذا الشكل هكا شي حاجه للتقديم يعني نديروا فيها مرقاب البرقوق ولا الدجاج ولا المهم اي حاجه ممكن تحط فيه وطبيصلات حتى هما ايضا هذه القصريه هذه حتى هي نفس آ نفس الشكل كنحاول هكا زعما نسق بين الالوان باش نكمل واحد المجموعه اللي هي كبيره من هاد الاواني ديال الفخار هادي خديتها ب 90 درهم يعني الثمن ديالها راه موين ماشي ديك الكبيره بزاف وماشي الصغيره صافي هادو هما المشتريات اللي خديت يعني ما شاء الله السلعه ديال اسفي كتجي كلها لهنايا الاشكال والالوان ما شاء الله خص غير يعني نكونوا كنعرفوا الالوان اللي غادي نختاروا مرة راه كاينين جميع الاشكال بسم الله غادي نبداو في اول فكره هي شهوبية ديال الفرنس اللي كانت طلبتها مني واحد الاخت في هذه الفيديوهات اللي فاتوا ملي كيدوزو الخدامه كيخليو واحد واحد ديك السيمه البيضه كتولي لينا لون شهب احسن حل هو هذا الاخوات اللي كيقولوا كي كيشهب هذا ويس ولا لينص هو راه اصلا كتبين فيه خاص بالزليج وما كنخويوهش في الفايونس ديالنا دقه واحده هكا كنخفوه بالماء كما غادي تشوفو فيه لترو و وعشرين كيدير 13 درهم ومازال غادي نشارك معكم واحد زوين كيحيد هذيك السيمه الزرقاء الحلقة معاي معايا في فيديوهات قادمة. إن شاء الله دائما كنجيب لكم الجديد هنا يعني خويتو في سطيل ولكن ما ديروش الشطبة اللي هي جديدة بحال هاد الشكل هذا أي شطبة عندكم جديدة ما تستعملوهاش لأن هو كيجمع كي بحاله بحالو بحال دوك المنظفات اللي هانتوما شوفو هاد الشطبة هو اللي دار لها هكا كنستعملو بزاف اللمعة هاد الفايونس ديالي راه فايت 12 سنه وما شاء الله شوفوا راه كيلمع بحال الا يلاه صوبتو حتى دوك الخويات اللي كيكونوا كي بين الفيونس باقي كلشي كيشعل كي ف دائما نعرفوا غير كيفاش نستعملوا البرودويات ماشي نحيدوهم كاع من لان كيساعدونا بزاف خففتو بالماء تقريبا ديرو كاس في سطيله بحال هكا ولا واحد الغراف وديروه في سطل كبير وحاولوا ما تخلطوه معاه حتى حاجه راه فوقاش كيعطينا كي داك الغاز اللي كيخنق هو الا درتوه مع جافيل اولا مع الصابون اولا مع التيد اولا حتى اعزكم الله ملي كديروه فواحد المرحاض اللي كيكون موسخ بزاف ديك الرائحه اللي كتكون فيه كتخلط مع هذا وكيعطي واحد واحد الريحه خايبه بزاف يعني حتى الا بغيتو حاشاكم ديروه للطواليت ديالكم حكوها شويه هكا بالصابون عاد ديروه باش تحصلوا على واحد اللمعه اللي هي رائعه ودائما في سياق الفايونس اولا الدروج اولا الحمام دائما خفوه بشويه الماء وصافي راه كندوزو انا هنايا راه كنخمل هذا الصالون هذا شوفوا العجاج عندنا كتعطينا واحد الغبره رقيقه ما اعرف منين كتجي وصافي ملي كدوزو راه كتحصلوا على الماء جربوا الاخوات اللي عندهم السيمة البيضاء جربوا هالطريقة الطريقه غادي تعجبكم ان شاء الله لناس اولا ويس وهنا غادي نصوب معكم واحد الخلطه اللي فيها واحد الكاس ديال الخل الخل ديال الخل ديال التنظيف اولا الخل الابيض اي نوع ديال الخل السيدات اللي قالوا لي راه كيدير غير 10 دراهم انا خدي كنت خديته وخديت منه بزاف واحد جوج ولا ثلاثه ديال القراعي في هذيك ديال الشهر اللي كناخذو يمكن الا بقيت عاقله راه عشرين درهم باش خديته وضفت ليه جوج معالق ديال ملح الليمون دائما ملح الليمون كيتبت لينا الالوان في كل ما هو ثوب كما بغاو يكون سواء الثوب هكا ديال اللباس سواء الزربيه سواء المانطات ضفت ايضا جوج معالق ديال الشامبو كيما كان شامبو اللي عندكم وكنضيف هنا الماء الماء, الماء كنديروا ربع ديال الخل ثلاثة ربعه ديال الماء هذا هو القياس باش غادي نخدموا أه هذه الوصفه هذه وايضا ما ننساش غادي نضيف ليه شويه ديال داك أه المنعم اولا المعطر ديال الملابس اللي صوبت معكم غادي نحط لكم الرابط ديالو الاخوات اللي ما شافوش اولا ما شافوش الفيديو فيه الطريقه كيفاش صنعناه غادي نحطهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف درت واحد شويه غير قياس معلقه صغيره ما تعمروش معلقه كمش باش ما يرغويش لينا بزاف لان حنا الزربيه ما بغيناش نهزوها نصبنوها ونشرب بغيت ندير ليها التصبين في المكان ديالها وحتى هذه كانت طلبتها واحد الاخت يعني لحات عليها خلطت هذيك الخلطه هنا مزيان شوفوا الطبعه هنا ما عرفت واش عصير واش شي حاجه وما بانتش نهائيا يعني حتى اللي زلع هادشي راه ما اعترفش باينش انا فاش بديت كان نهز هذوك السداد وداك لقيت هاد الطبعه يعني تفاجات بزاف بقات حتى ش# حتى البلاصة ولات هكا شابة ولكن هانتوما معايا غادي تشوفو كيفاش غادي نردوها بحال بحال ما عمرها دازت يعني هادي راه أصعب بقعة هادي راه خصنا نهزوها ونصبنوها ولكن بغيت نشارك مع الأخوات اللي ما عندهمش أنا راه عندي السطح وعندي الشمس وعندي يعني الحمد لله كاين المكان فين غادي نصبن ولكن بزاف الأخوات ما عندهمش فين ينشرو وأيضا ما كيكونش الجو مساعد ما كينشفش دغيا ليهم آه الضربية الا كيصبنوها هكا فهذا كيبقى احسن حل رشيد ديك الخلطه هكا على هذا المكان كتاخذوا مشطه اولا شيته هكا تكون شويه حرشه ولا المهم خديت هادي هادو كنشريهم كيكون فيهم الجيكس ملي كيتكل داك الجيكس كيبقاو كي لي هادو صافي كنبقى كندوز وانا كنرش ديك الخلطه حتى كنحيدها شوف راه تحيد منها واحد الفتات انا شكيت هذا واش العصير وصافي من بعد ما نظفتها فهاد الطريقه هادي غادي ندير ليها الطريقه اللي كنت شاركت معكم تقريبا هذه سنتين وطريقة ناجحة مية في المية الكراطة من أحسن أحسن الأدوات اللي عندنا في الدار كتنقي الزربية وكتخرج منها واحد الخملة اللي واخا دوزو لاسبيراطور غادي تلقاو بحال هاد الشي هذا غادي تعجبو بزاف داك داكشي اللي كتلقاو وما باينش ما كيكونش الفوق كيكون كي يمكن في داك الداخل ديال دوك الشعيرات ديالها كتلقاو الشعر كتلقاو الخملة كتلقاو الطرب كتلقاو شي حاجة اللي هي رقيقة بزاف يعني سبحان الله العظيم كتشوفوا الزربيه كيحسب لكم القيم اللي كدوزوا لها كتلقاو هذا العجب هذا كله صافي من بعد ما دوزلها كلها بالكراطه بهذاك الشكل كراطه فيها الجلده ديالها وكتبقاو غير تجرب بحال كتسيقوا نتوما جايين في اتجاه ديال دوك الشعيرات غادي آه في اخر مرحله غادي ندير لها هذاك آه المشروب الغازي اللي كنت حتى هو بالنسبه لهذه الوصفات راه كنت فايت اللي شاركتها معكم ولكن ناجحين 100% بزاف الاخوات جربوهم ونالوا الاعجاب ديال ديالهم هنايا يعني الزربيه كلها تصبن بالناشف بهذه الطريقه هذه خديت قرعه ديال الماء الغازي وكنرش ديروا لها كتشريو قرعه كتركبوا لها هذا البخاخ هذا وكتبقاو تخدموا بها هنايا كنقرب في عن قرب دوك مثلا شي طبعه كديال ديال طبعه خفيفه ولا شي شي بلاصه نبدل فيها اللون مثلا تقاست بشي حاجه هكا كنكحزو ونبقاو نحكو بهاد المشطه هادي اي مشطه عندكم ولا اي شي ديال الحوايج ولا المهم اي حاجه بغيتو تحكو بها كنبقاو كندوزو بهاد الشكل هذا وحنا كنحاولو نحلو ليه هادوك الشعيرات وداك البيض راه كيتنقى بهاد الماء المعدني والماس وكنمسح اما بالثوب اما بورق بحال هاد الشكل هذا باش نشفوها بالنسبه لديك البلاصه اللي غسلنا قبيله في ديك الطبعه اللي حي اللي دوزنا لها الا شتوها انها شويه زايده فازقه غادي تدخل واحد الاناء خاوي تحت منها باش تهز شويه على الارض يضربها الهواء باش تنشف لينا بسرعه وما تغملش بالنسبه للاخوات اللي كتكون عندهم الغموليه داكشي اللي بقى لي من داك الماء المعد الماء الغازي درتو في هذا البانيو هذا زدت عليه شويه الماء وكندوز بواحد الشطابه اللي هي نقيه باش تبهج لي داك اللون ديال الزربيه كلها وصافي تولي اه يعني تولي فيها اللمعه وتولي كتبان هكا بحال مصبنه وهي راه ناشفه هذه الطريقه هذه ديروها اخوات اللي تعذر عليهم يصبنوا الزربيه ديالهم اولا ما عندهمش السطح ولا شي حاجه بحال هكا ولكن حلوا عليها السرجم ديك الليله ونهار الاخر انا يعني راه عندنا الشمس هنايا سخونه بزاف مجرد كملتها هكا في الصباح العشيه لقيتها ناشفه بحال مصبنا ما شاء الله ولات نقيه دائما التصوير ما كيعطيهاش حقا لان عندي استرجم في واحد الزاج اللي هو شويه قهوي وعطاها هذه اللونه ما هي راه زيتيه ناصحه ولا دابا كتشعل والبيض ديالها كيلمع هذه الطريقه هذه بالنسبه للاخوات اللي طلبوني عليها وايضا الناس اللي ما عندهمش سطح او لا يعني ما كيصلح لهمش هكا الزربيه الفوق اما السيدات اللي عندهم السطح وعندهم فيه الماء يطلعوا الزربيه ديالهم ويصبنوها وينشروها راه كينشفوا دغيا أه باقي فيديوهات أه ان شاء الله مهمه جايه أه في الايام القادمه نتمنى ان شاء الله أه تمتعوا بالصحه والسلامه وصلنا لنهايه الفيديو خليت لكم الراحه والى اللقاء